السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف FIware. ده open source بيستخدم لإيجاد حلول ولإدارة المنصة بتاعت المدينة الذكية السمارت سيتي، ودي مش حاجة صغيرة، دي لندن نفسها بتستخدمها عشان تجمع البيانات من أماكن كتيرة جدا زي أضواء الشوارع، وتستخدم البيانات عشان تراقب جودة الهواء وبتراقب حركة المرور وتشوف في أماكن محتملة مثلا لجرايم لسه محصلتش، يبدأ إن هو يتنبأ بيها وحاجات زي كده. فدي حاجة قوية جدا من الحاجات اللي هي الأوبن سورس القوية اللي بتستخدم في كتير جدا من الشركات، في تقريبا ما يقارب من 35 مكان بيستخدمها، وفي الـ FIware بتستخدم معايير مفتوحة المصدر بحيث إن أنت تقدر تطلع كود وتقدر ان انت تتعاون معاهم وتقدر ان انت تطلع على الكود وتعدل عليه او تستخدمه بعد كده. تقدر الحكومة ان تستخدمها بدون اي مشاكل خالص لان معاها الكود، وتقدر انها تتأكد من ان مفيش اي فيروسات موجودة مستخبية. هو كاتب ان المدينة المنورة والامازون بيستخدموها، واتوس وانجينيرينج وريد هات اللي هي لينكس، ففي اعضاء كتير جدا موجودين وبيتعاونوا بشكل حلو جدا مع FIware. وهي فيها ادوات كتير هنبدا نشوفها مع بعض دلوقتي. تقدر تلاقي فيها التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين اهوت والديجيتال توين والصناعات الذكية والنقل الذكي وكل الحاجات دوت، بحيث ان احنا نقدر نتابع في المدينة. وحتى بيقول لي الوايت بيبر لو انت عايز تحمل ملفات عن الموضوع، في فيديوهات موجودة وهو اوبن سورس، والاوبن سورس يعني في المعتاد بيكون رخيص اقل بكتير من باقي الشركات، لان انت تقدر تحمله وتسطبه وتشتغل بيه عندك عادي بدون اي مشاكل خالص. هتلاقي حتى في موديل، في توتوريال موجود لو انت عايز ان انت تشتغل بيه، لو انت عايز تتابع الطاقة في المدينة كل حاجة. فهو لازم يبقى في تعاون بين جهات كتيرة. دي هي المدينة المنورة اللي احنا قلناها، هي تطوير منطقة المدينة المنورة، ووتس وامازون وانجينير والان اي سي والريد هات كل الحاجات دي. طبعا لازم واحنا بتشتغل في المدينة الذكية القوانين نفسها تبقى متطورة بحيث انها تبقى ماشية مع الابديت اللي بيحصل، يكون في معايير عشان نقيم نفسنا هل احنا اشترينا سوفت وير او اشتغلنا على السوفت وير بس مفيش اي تحسن او في تحسن. الحاجات دي كلها لازم احنا نتابع معاها. لازم يبقى في استثمار في الاول تمام، بس العائد بتاعه هيجي بعد كده، من استهلاك هيبقى اقل والمشاكل هتقل والتكلفه هتقل جامد، فمفيش مشكله ان تستثمر في بلدك. وميزه في تبادل التجارب مع دول كتيره جدا، فيها دول عربيه ودول غير عربيه، واهم حاجه ان المجتمع يكون مشارك معانا، ما بقاش يفاجئ بان حاجه بتحصل، لا عنده قدره ان هو يوصل للمعلومات ويشاركها ويستفاد منها ويقدر يعمل برامج معتمدة على المنصة بتاعتها. سيتي جريد برضو في ناس كتيرة شغالين فيهم، وفي أحد الأصدقاء شغال فيها، فأتمنى إن شاء الله تجربه. ودي فرصة إن هو أوبن سورس، فتقدر إن أنت تتعامل معاه بسهل جدا، وفيه شرح كتير جدا نقدر نفهم فكرة المدن الذكية.